جايه مش عارف اللي كله نجوم. يا ابن الحلال هذا ما يصير اني اسوي عليه دويت. يا مثل ما يا مثل ما قولي لا اله الا الله. يا حول يا حول يا ناس المنصممين عصبوا والناس عصبوا حتى دوتي هنا انا وياك نقيس يجيب المرض. نحن قداس ما تعرفين تكشخين ما تعرفين تحطين دون ضرب ما تعرفين تحطين مناكير ما تعرفين تحطين حمور ما تعرفين جايه انت جايه كذا على وجهك انت وش هي يا من الحلال انطم انطم قبل انطم قبل لا بعد ليش ما قلتي سم لبيه علشان يضبط التصميم ودوتي حقنا يطلع نقيس انطم قبل اسوي شيء واندم انا اللي انطم انا اللي انطم يا ابن الحلال ترى وشك مو مناسب اصلا للتصاميم انا فكرت اني اصمم دقيقه اصبر خلني اشغل اللمبه دقيقه ناس غريبه يعني شخلت النور يعني وشك بتتخير طيب ها الحين نزلي نظاراتك انت كنس راح يعني جايه من 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 من, من, من الوزاره راكبه سيارتك من الوزاره على بالي انا الواصله انا اتكلم معك ليش ما تكشخين؟ ليه ما تخلين وجهك يجي زي من العرب؟ ليش وجهك انت كذا يجي بالمرض؟ يمكن شكلك ما شفت الدواء. ارعى شكلك انت ما شفت اخر مقطع. ها؟ شكلك ما شفت اخر مقطع وانا كاشخه. تعالي هذه هيبه وهبي عليها 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 يعني عليها اقف خدمات يا ابن الحلال هيفه شافتني وقالت يا مثل ما يا مثل ما يا مثل ما وش تلغاني هيبه وهبي من قدرة انت صاحيه انت يا ابن الحلال اخانيك كانها الاخاني مستحيل وش اخانيك 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 واخانيك يعني كذا حلوه انا ما شفتك اغنية حلوه كلها جديد ما يصلح ما يصلح الشيء هذا اقول لك شيء قول انت حتى كلام اسمعي ما في الا انطم والبخ ما عندك كلام زي الناس يا ابن الحلال اللي يسبك يحبك وشو من سبك حبك حبت سلقراده والله حبتك انت اللي حبك بربص حبك بربص اقول الحمد لله على كل حال يا انا دبي رومانسيه من سين دعمكم تدعموني بورد كيف الرومانسيه تطلع يعني انت ما تقولي لي كلام زين الا بالدعم وليش انا اخف وشك وين كلامس وين كلامس وين كلامس وين كلامس لما تقولين سعود والله العظيم نحن قدار بس انت انا عارف انت زين انت من النوع اللي تطلع عمر لا اله الا الله تجلسين تجلسين طلعت العمر ثم وش تسوين؟ انا اعرف حركاتك يعني ما منك خير وجهي يجيب ارحب 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 يا تاش راسي ارحب يعني انا ليش فاتحه بت؟ تحسبني انا ارحب حمودي انا اشتقت للمجاهدين ارحب حمودي لا ما اشتقت انا فاتحه عشان الدعم ارحب يا تنت ارحب يا تنت لو ارسلت اسد الحين بعطيك اهداء ارسل اسد يشل الحسد ايش للحسد؟ خلي ام عباس، وين ام عباس؟ ام عباس مشغولة هذه الأيام. أرحب على السيارة أم تراب، حيك حي حيك حي تاش راسي، هذا الدعم اللي يصفي الوجه ويصفي البشرة ويحسن النفسية ويشيل آلام الركب ويطلع حتى الرومانسية. ارحب يا محمد ارحب يا محمد شد يا تاش المحروس شكرا شد يا تاش راسي شكرا لب عينك يا بعد عيني كنت بخير تسبني هالورد وخفتها تسبني الحمد لله انك ما ارسلت اسمعي عاد اللي بيرسل الورد والله بسبه اسمعي عاد ما تحمدتيني بالسلامه وايش ايش صار فيك ما انت قدامي هنا مثل الاسد ومثل الحصان ايش فيك؟ ما في كل الآفية أنا اللي لازم الناس يتحمدوني بالسلامة وشي كأني فيني فقر دم
اقول له استحمدتي لي بالسلامه ولا لا؟ يا ابن الحلال انا ايش اتحمد بالسلامه؟ توك اكلت صحن قدك الى حقي. لا لا انا مو دارس، خليني اتكلم جالس السله. الله يعلم بيسس، انا لله وانا راجعون. هذه والله المره اللي ودها بالطلاق. يلا اسكت. انا مو دارس، خليني اقول لك. اقول لك انا صدق اليوم رحت المستشفى حق دله. اليوم يا ابن الحلال انت في المستشفى يمكن قلقت المخدي نفسه. الله ياخذ عقلك. المشاهير يا مسلمه يا مسلمه عشان يحطوا لك يا مسلمه. خليني اتكلم اليوم واحد بحرق طوالي. مصور العظمه. الله ياخذ عقلك. مخدي حركاتك واضحه يا مخيس. انا ارحب يا بدر. حيت ايش راسي هذه ما تفهم ذي. اقول لك مقدي وش مقدي؟ انت مهبوله انت وش مقديه؟ يلا اليوم 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 انا اقول لك اليوم انا تخيل رحت المستشفى اليوم. ايوه انا تخيلت. شوف عيوني شفتها كانك فيك هذاك الاسفر. كمل. استغفر الله كانه تو طالع من القبر. ايوه اسمعي وش صار اليوم؟ اليوم انا راح رحت المطعم.